عرض جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للجزائر العظيمة وشكرا لكل مدينها وعلى رأسها وهران على هذه الاستضافات الرائعة. أشكر الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي والتي جاهدت وعملت المستحيل لكي تكون لنا جولة ثقافية تعريفية شعرية عن الجزائري وعن العراق. حملها كتاب لا بد القلب من جزائر الذي كتبته حبا بالجزائر العظيمة. شكرا للاتحادية الثقافية للفنون والأدب وشكرا لوزارة الثقافة الممثلة بالدكتورة سوريا مولوجيا التي رعتنا رعاية حقيقية، ممثلة أيضا بالإخوة من وكالة الإشعاع والاتحادية الذين فعلا شكلوا خلية نحل عظيمة حتى يبرزوا صورة الجزائر العظيمة التي تكبر كل يوم بعين كل جزائري يزور الجزائر، هذا البلد الرائع بهوائه وأرضه وسمائه ومائه وترابه وشعبه، الشعب العظيم الذي فعلا يرسم الابتسامة الحقيقية على وجه كل حزين. أتمنى لهذا الشعب الارتقاء، أتمنى لهذا الشعب الريادة والصدارة، وهم مؤهلون لأن يكونوا على رأس العالم الفكري ورأس العالم حتى السياسي بحكمتهم البالغة والسلام الذي ينشرونه للعالم كلها. فهذا الجزائر الجزائري الذي صنع من الدماء سلاما أقف له تحية واحتراما. السيدة قوادري شوش أختار مدير الدار الثقافة، في هذه الأمسية استضفنا الشاعر العراقي الكبير مرتضى التميمي القادم من العراق. تدخل هذا البرنامج في مجموعة من اللقاءات اللي نظمتها الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي بإشراف من وزارة الثقافة، وآخر محطة كانت محطة مهران، كانت أمسية شارك فيها بعض الشعراء من ولاية مهران إلى جانب الشاعر العراقي مرتضى التميمي. نذكر من بينهم الشاعرة غربي فاطمة والشاعر سعد جودي والشاعر زلاط عثمان. نشكر الشاعر الذي أطربنا وبإلقاءاته الشعرية الجميلة، وخاصة تلك التي تتعلق بالوطن التي كانت تحمل شعار هذه اللقاءات، وهي لا بد للجزائر من قلب، لا العكس، لا بد للقلب من جزائر، تحت شعار لا بد للقلب من جزائر. كان يذكر فيها الجزائر، تغنى في شعره بفقيد الثورة الجزائرية الأول شهيد أحمد زبانة. إذن بعد تحية عطيرة نشوفها، وهذا باسم خاص باسم كلمة راقية، واليوم دار الثقافة صد إبراهيم بالقصر لمدينة وهران تحيي هذا الحدث، وهي في إطار فعاليات يوم الوطني للمدينة، بما أن اليوم وكمن الحدث يتمثل في أمسية أدبية، وهذا يحل بمدينة وهران شخصية أدبية راقية من بلد شقيق بلد العراق، وهذا يتمثل في الشخصية الأدبية تميمي المرتض. إذن بخصوص أننا نواكب هذا الحدث وذلك لإطراء الصحة الثقافية هنا بمدينة وهران وبالذات في دار الثقافة زد إبراهيم لمدينة وهران، حيث وكب الحدث من خلال قراءة الشعرية، كذلك حضور شخصيات بارزة تصنع أن المنظر الأدبي على مستوى مدينة وهران. كريم عطلي حيكم من دار الثقافة مدينة وهران. سلام.